عليكم ورحمة الله وبركاته. السوق الأحد مدينة فاس تاريخ 2002 تاريخ 2022 شهر الصافي 26. خليكم معنا نوريكم شوفوا الجديد الحمد لله وشوفوا أسواق مدينة فاس. معكم ناصر إسبسطاني ودعمونا وديروا الجيم وأبوني الرجال نوريكم السوق تشوفوا الحمد لله. خليكم معايا تشوفوا السوق راه خوا خوتي حيث وقع واحد العذر تقني. شحال المعلم داك الخريف؟ الصلاة على النبي. كاين شي رخا ولا الغلا؟ الغلا كاين الغلا جري وغا على الشمر. وداك السنه الحليب نعم اسيدي وداك السنه الحليب. ها خليكم معايا الله يعاون. عنده الحق راه عنده الحق عنده الحق. وكلشي مضرور كلشي مضرور. اللي خطيكم علينا شوفوا لنا الجوده والجماليه اللي كاينه في السوق اليوم. واخا راه السوق خوا دابا بداتي خوا خوتي اللي باع وشرى بجا بحالته. هانتوما خوتي خليكم معايا نوريكم بعض شي خرفان هما اللي بقاو حيث واحد العطب تقني وقع عليه هذا النهار ما درتش الله في الصباح بكري. خليكم معايا خليكم خوتي المغاربه شوفوا الجوده اللي كاينه مدينه فاس. وراه كاين شويه ديال الرخاء بالنسبه للمواطن الدرويش الحمد لله. عطينا شي كلمه الشريف الا عندك انت قولها لنا. هذا الخريف هذا سنه الحليب ياك؟ اثنين. شحال طال فيه الثمن؟ يبيعوا ب 56 باش تتباع. تباع ب 56؟ إذا خدامه له فينا هو 58؟ هذا اللي حداه. تحية كبيرة شوفوا أخوتي الجودة شوفوا الخير مولانا الصلاة على النبي. 56 درويش كلشي غيعيد الحمد لله هذا العام. خلينا نزيدوا لعند هذا الأخ ديالنا العزيز. هذا شحال ساوي هذا؟ 58. هذا 58 البيع 62. البيع ديالو 62. والمروة؟ المروه المروه غديرها ماشي 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 مشكل تبان معنا في هذه القناه هانيه. تحيه كبيره. قول شي كلمه قول شي كلمه بالنسبه لهاد الاشاعات اللي تيقولوا ديال الغلا والشيء هذا. قول شي كلمه حلوه للجمهور اللي تيشاهدك اليوم. اذا الدرويش غيعيد كل شيء غيعيد. اذا بالنسبه للفلاح الفلاح مضرور المواطن مضرور كل شيء مضرور. غير الله يدير تاويل الخير. كل موجود فين هذا الموجود؟ فين هذا الموجود؟ هذا سنه الحليب هذا ياك؟ هذا 50 هذا. تنهضروا بالمعقوله اخويا ما تنتمازحوش. تحيه لكم والشرفه الله يعاونكم. سوق الاحد مدينه فاس الحمد لله. انتم نعم اسيدي شوفوا الحمد لله الجوده. هادو خريفات كاينين هنايا في مدينه فاس الحمد لله في سوق الاحد. شوفوا السوق الاحد راه بدات يخوى خوتي المغاربه. شوفوا الجوده الحمد لله كل شيء غيعيد اللهم لك الحمد. شحال الثمن اخويا ديال هذاك اللي في يديك؟ 64. هذاك 64. هذاك شنو هو هذاك سنان الحليب هذاك؟ هذاك رباعي رباعي رباعي. هانتوما شوفوا الرباعي عيل البرقي البرقي الحمد لله. شحال الثمن ديال هذا اللي داير الطانقه في وديه؟ هذا 54 البيع ديالو. 54 البيع ديالو وشحال عطاوك اخويا؟ عطاو 49. عطاو 49 بالجمله. عطاو 50. وبالنسبه اخويا السوق ما طالعش فيه السوق الثمن. هذه كاين رخا شي شويه بالنسبه للدرويش. حنا هذه الرساله تنوصلوها للمواطن الفاسي والمغاربه كلهم باش يجيو لمدينه فاس الحمد لله. السوق كان عامر هذا النهار ياك؟ كان عامر. تحيه كبيره اخويا شكرا اللي خطيك على هذا. تحيه شوفوا اخوتي المغاربه انتم شوف كاين الجوده الحمد لله هذا الخرفان. اللي بغى يشري شي حولي نعم اسيدي. الثمن زويون 56 عطاو 49. خليكم معايا. هذاك راه مليون بلا ما تصور. الصلاه على النبي. اعطينا اخويا واحد الدقيقه الله يعطيك السر. ماشي مشكل تبان معنا تصور معنا الفيديو ياك هانيه. شحال الثمن ديال هذاك شحال؟ 56 خلي الله يعفو على الجميع. هذاك 56 هذاك رباعي ولا سداسي؟ هذا رباعي. بين اخويا بين. بين. مش من منطقه هادو؟ هادو قلموز هادو المليحه شي ديال الجوده كاينين هنا. وكاين شي ثمن مزيان بالنسبه للدرويش. شكون سي بالنسبه للدرويش عاود كاين حاله ديال الدرويش ياك اخويا تكلم اخويا معنا هضر معنا. الحاله ديال الدرويش كاين. اي كاين اخويا مروه هذا العام هذا السوق فاس شويه طالع في الثمن ولا رخيص؟ طلعوا العلف ياك حبيبي الله يحسن العوان. ما بالنسبه للكساب بالنسبه الكساب واكل العصا هذا هو اللي كاين. حتى المواطن حتى هو واكل العصا كلشي واكل العصا اللهم لك الحمد. تندي لكم تحيه كبيره لاله خطيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير الاصل الطيب سمك الله؟ سي اسماعيل. ماشي مشكل تبان معنا في هذه القناه هانيه هانيه. هذاك الحولي صلاه على النبي هذا المليح اللي عندك اجاك اولدي الله يخليك. هذاك المليح اللي عندك شريف تما اشحال الثمن ديالو؟ 78. سداسي اثنين هذا خوه هذا تبارك الله عليكم. صورت
انتم اخوتي المليح، غنجيو عند هذا الاخ ديالنا. هادو توام هادو، ماشي مشكل تبان معنا اخويا. هاني قلنا شي كلمه من عندك قول اخويا. اش غنقول لك بالنسبه للعيد؟ شي شويه اللور اخوتي، بالنسبه للعيد كي داير السوق ديال فاس اخويا؟ شنو قلت المليح تمام ياك الحبيب، طيح شويه راه مخبى. كلشي غيعيد بجهد الله ورضا الوالدين، اذا المواطن ما يتخلعش لا والو جاد الله. هذا هو اللي كاين. وهذا شحال الثمن ديالو هذا المليح؟ هذا 76 اخوتي. شوفوا المليح تبارك الله والصلاه على النبي. اخوتي اعانكم الله ولا يجيب التيسير والرزيق. السلام عليكم اخوتي المغاربه. شوفوا سوق مدينه فاس راه خوه، حيت كنت داير معكم ندير اللايف 6 الصباح. سمحوا لي على هذا الاجعاز اللي ما درتش اللايف. شوفوا الحمد لله سوق الغاله. نمشيو نشوفوا واحد الاخ ديالنا العز على هذا الشيء. اخويا شحال دايره السومه؟ شي تبيع بالجمله حبيبي؟ هذا الشيء هذا مرضي الوالدين فرادي. خويا شحال تطلب بالفرادي حبيبي؟ 56 54 56 54 تنصبروا مع الناس واللي عندهم الغرض، راه حنا كنقضيو معاهم. ماشي مشكل تبان معايا اخو في القناه. الله يعطيك السر. عطينا شي كلمه حلوه بالنسبه لهذ الخرفان هادو. الله يعطيك السر. الثمن ديالهم التالي والمروه بالنسبه للجوده الكواليتي. السلعه هذه البرقيه، هذه وي برقيه، السلعه النبي عليها سلعه نقيه وغزاله وما عندنا لاش غادي نقولوا فيها شغرام دعيب. باينه السلعه هي بسبب الثمن. 54 خويا الله يعطيك الصحه. 52 عندنا الخروف التالي كيلعب 46 الف. الله يسخر لك اخويا. بالنسبه لهذا العام شي شويه كاين الرخاب، ماشي كاينش الغلا، كاين الثمن اخويا زايده شي 5000 ريال في الخروف. صلاح صلاح النبي ماشي غلا. الله يحفظك. ماشي مشكل اخويا تبان معايا في القناه ثانيه. الله يعطيك السر. السلام عليكم اعانكم الله. حيدا ولدي هكا خلينا نشوفوه. حيدا رضي عليك. انتم اخويا شوفوا الجوده الحمد لله كاين في سوق الاحد مدينه فاس. هذه غليمات مزيانه صلاح النبي عند هذه السيده القطعه. خليكم معايا وتحيه لكم كبيره. انتم تتشاهدوا دابا السوق الاحد الخوه، فهمتيني؟ بقات شي حاجه قليله حيت الصباح كان السوق عامر، ولكن شادي نقول لكم اخوتي المغاربه تندير لكم التحيه والجمهور ديالي. ديروا ابوني جيم، بركوا على الجرس. ناصر اسبوستالياني ولد الشعب الحمد لله، تحيه كبيره.